أشواطنا تتواصل مع حضراتكم في هذا الصباح وبهذه التحديات المستمرة، شوط يبدأ وشوط ينتهي بالإثارة ما بين هذه الشعارات، شعارات من القبائل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. وشوطنا أيضا السابع في مجموعة الأشواط خصص لسن الحقائق، انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين. هكذا الانطلاق والحفل الكريم وما قدمت الشوط. المركز الأول الصدارة في هذه اللحظات، تتقدم سمحة مبارك من هضبان من فالح الشامسي، يتقدم مع سمحة راعي سمحة مع المركز الأول في هذه اللحظات، بينما سرابة وعبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي خذت المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذا التقدم وبهذا الإبداع مع المركز الثالث الأندلس، وأيضا هنا أحمد بن ضعية بن سيف الشامسي يقدم الأندلس مع المركز الثالث. المركز الرابع تابع إلى وهي مرموقة، يقدمها مبارك بن مطر بن خويدم الشامسي، خذت المركز الرابع. المركز الخامس تابع من الطرف الآخر برقة الراعبية، وأيضا أخويتم بن سالم بن قدح العامري قدم الراعبية مع المركز الخامس، وتابع بعد المركز الخامس أتابع هذه الذلال التي يبلغ نصابها في هذا الانطلاق أيضا ب36 بكرة حق انطلقت في هذا الشوط، باحد عن ناموسه وانتصار هذا الشوط. شوف تابع بعملية زومية هذه الشعارات التي انضمت في هذا الانطلاق وسارت في هذا المسار السابع في مجموعة الأشواط. يا سلام، هذا هو راعي سمحة على مقدمة الشوط مع المركز الأول، يقدم سمحة بهذا التقدم وبهذا الإبداع وبهذه التحديات المستمرة على الصدارة مبارك من هضبان بن فالح الشامسي، بينما المركز الثاني شوف تابع مرموقة مع المركز الثاني مبارك بن مطر بن خويدم الشامسي، وصل راعي مطيلة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث الوصول والتقدم من اللي هي أيضا رعود، يقدم سعيد بن محمد بن حمد الدرعي، خذت المركز الرابع. المركز الخامس تتقدم اللي هي سرابة عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي، خذت المركز الرابع. المركز الخامس اعطوني المركز الخامس اللي هي انضمت وتقدمت في هذه اللحظات ووصلت في هذا الأوان اللي هي مشكورة، محمد بن مسلم بن سالم بن هيه العامري، لكن أتابع بعد المركز الخامس أتابع هذه الذلال، أتابع هذا الطوفان من هذه الأبكار، من هذه التحديات، من هذه الهجمات. يا سلام، لكن بعود هناك لا بد من العودة والعود أحمد على ما قدمت الشوط. الكيل والبتر الأخير وهذا راعي سمحة على ما قدمت الشوط، يقدم سمحة مع المركز الأول، يقدم سمحة في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. هجوم أيضا وقارة مع المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة من خلال تواجد اللي هي أيضا شندارة علي بن محمد بن رحمة الشامسي، يقدم شندارة مع المركز الثاني، ولكن بن دعيفز مع سرابة مع المركز الثاني. شوف تابع الهجمات، وصلوا السالمين يقدم اللي هي الشهامة راشد بن عبيد السالمين المنصوري مع الشهامة، لكن هناك أيضا اللي هي واصلة اللي هي قادمة في هذه اللحظات في هذه التحديات المستمرة والإثارة في هذا الأوان وبهذا الإبداع المستمر. لكن خلوني مع شندارة والشوط ولع ناره مع شندارة مع مقدمة الشوط، شندارة برحمة آل سالمين قادمين مع الشهامة راشد بن عبيد آل سالمين المنصوري. يا سلام، تسلم
يمينك المنصوري على هذا الانتصار، على هذا الابداع. الشهامة 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 وراع الشهامة شهامة. يا سلام يا سلام مع المركز الاول، تهانينا وناموس نبعث الراهب العبيد آل سالمين المنصوري وآل سالمين كافة على فوز الشهامة بالمركز الاول. المركز الثاني شندارة قدمت العرض مع القبائل. المركز الثالث حملة رقم واحد. المركز الرابع اللي هي انضمت مشاهد الكرام مع المركز الرابع وتقدمت ايضا مشاهد الاعزاء في هذه اللحظات، اتت وانضمت اللي هي كحيلة او هناك ايضا رعود 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 سعيد بن محمد بن حمد الدرعي. والمركز الخامس، المركز الخامس كان هناك لجنة الخط لها متابعة حتى المركز العاشر. هذه هي نتائجنا 4:42 الشهامة، تهانينا وناموسة راشد بن عبيد آل سالمين المنصوري، والتحية مرضوفة مدبولة نبعثها لمالك ايضا اللي هي الشهامة، تهانينا وناموسة.